مظاهرة ليلية شارك فيها أزيد من 15,000 أوكراني. المتظاهرون جابوا شوارع العاصمة كييف للاحتفال بالذكرى 105 لميلاد ستيبان بانديرا الذي يعتبره البعض زعيما لحركة تحرير أوكرانيا، بينما يعتبره آخرون متعاونا مع النازية. ستيبان بانديرا يبقى شخصية مثيرة للانقسام في أوكرانيا. كل عام ومنذ 2006 يقوم حزب سفوبودا بمسيرة في الفاتح من يناير كانون الثاني تكريما له ولنشر أفكاره. أفكاره في غاية البساطة وتدعو لدولة مستقلة يكون فيها المواطن الأوكراني سيدا في وطنه، يقول هذا المتظاهر. القومية لا علاقة لها بالنازية والفاشية، وهذا ما تم استغلاله سابقا خلال هذه المسيرات من طرف الشرطة السرية في الحقبة السوفيتية الشيوعية للتخويف والترهيب، يضيف هذا المتظاهر. وسبق للرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش أن ألغى مرسوما يقضي بمنح ستيبان بانديرا لقب بطل أوكرانيا، كان قد أصدره الرئيس السابق فيكتور يوتشينكو.